بتعمل ايميل للرجال؟ اكيد جوزي اكيد بعمل ايميل. فوت شوف بليز، فوت على الفيسبوك شوف كم ستيتس كاتب عنه. فوت شوف بليز بليز معني مش كل شيء، بس انا لو جوزي قتلني ببيتي بس انا بحترمه ورح ضل احترمه، هذا جوزي وحتى لو شو مثلا بي مني ما حدا يحكي كلمه عنه. الله يخلي لكم اياه. انا اليوم بدي اقول عن جد هالصبي، يعني انا ضد يطلع كل هيدا الموضوع على الهوى، يعني ينتشر قدام الراي العام كله. قد ايه اليوم انتوا عم تعمل حكى عليكم قدام الناس؟ خلص ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف. بتحكي لي شو السبب؟ سبب هالكلمه النحسه، هالستيتس النحس اللي حطيته. مظبوط، يعني انت السبب. جوال انا ما عم اقول لك انه جورج ما عنده اغلاط، جورج كان عنده اغلاط كثير، بس جورج فنان. يعني اليوم اذا انت بيزعجك انه جورج فنان بيظهر بالليل بيروح بيسهر، هيدا جو فنان. انت عليك كنت لازم تاخذي القرار قبل ما تتجوزي. لا بلا تندمي؟ تندمي على زواجك من جورج؟ لا، جورج انسان كثير طيب. اوكي. كثير كريم و... و وعلمني الحياه الاصليه بكذا بوينتس. وجورج انا بخاف عليه مثل ما بخاف على جو. بخاف عليك جو جورج؟ ما بعرف، بس انا بخاف عليه. يمكن بتضايق منه اوقات، بساله اكلت شو اكلت؟ انه شو عملت؟ شو هيدا؟ شو ما بعرف، يمكن لانه بحس اوقات انه I have affection لانه بعرف. شو بتعرفي انه في عالم قد ما زهقوا من هيدا الموضوع شو قالوا؟ انه انتم اثنيناتكم عم بتكذبوا على الراي العام، عم بتروجوا للنجوميه. هو قال عنه انه عم يعمل غنيه عم بروجها للغنيه. اليوم الراي العام شو بدك تقولي له انت وجورج؟ الله يسامحكم ان شاء الله. شو بدك تقولي له عن خلافك انت وجورج؟ ما خصهم يعرفوا شو خلافك. ما خصهم يعرفوا؟ ليه حطيتيه على الفيسبوك؟ لانه بوقت كنت انا عاجبني فيه حطيته على الفيسبوك. ليش بدك تيجي تخبرينا؟ وهو ليش بده يجي يخبرنا انه نهار الاثنين رح اعلن شيء؟ هون وقتها كنا تصلحنا نحن. ايه بدي احط الغنيه. ايه بدي احط الغنيه، واذا اتفقنا ايه وحطها وبعدين. ايه اوكي، بس الاول اكيد لا. ما كنتوا عم تكذبوا على الراي العام؟ وحيي يا عم، ما بدي احلف بصحة ابني، ربنا رحيم. كثير بتتاجري بابنك. بحبه كثير. ابدا. ما بقى تحلفي بابنك جواز؟ طب لانه اللي على الناس ما بيصدقوا. حتى اذا بحلف يمكن ما يصدقوا، ما بعرف الناس. ايه ما هي كثرة الحلفين صار يقولوا في ناس يدي جامي الشعر. شو بدك من جورج الراسي؟ قولي لي شو بدك من جورج الراسي؟ بدي ياكل مرتاح ويعمل اللي بيريحه. شو بدك من جورج الراسي؟ قلت لك بدي اياه يعملوا لي برايه. شو بدك من جورج الراسي لتنحل قضيتك انت وياه؟ اليوم العالم مش عم تفهم شيء. ما بعرف شو بدي، ما بدي العالم تفهم، ما خصهم العالم، ما خص حدا، ما بعرف جورج شو بدي. انا رح احط لك هيدا البارت، كل ما تكتب بكلمه عن جورج الراسي وعائلتك رح احطه على الهواء. اوكي. لانه انت فتحتي مجال للناس تحكي عن هالموضوع جواب. ما في حط صوره ابني حطي صوره ابنك بس مش مشاكلك. ايه اوكي مشاكلي اوكي. ما في اكتب اذا اوقات انا زعلانه ما خص بس بلا ما. اكيد. اوكي. اكيد. جوال اليوم اهلك راضيين على جورج؟ ايه. اليوم اذا انت صلحتي انت وجورج، اهلك واهله راضيين على العلاقه اللي انت وياه فيها اليوم؟ ما خصوا اثنيناتهم بالموضوع، بس انه انا اهلي من ناحيتهم ما بيتدخلوا منهم. اهله لجورج راضيين عنك؟ ما بعرف، ما سالتهم. ليه؟ ما بسالهم. بيزعجك سلوك جورج الراسي؟ اوقات. إذا أوقات هو يمكن صار له فترة طويلة مزعوج من سلوكك، لا؟ إيه يمكن. صح؟ مزعوجين من بعض. مزعوجين من بعض، كيف تنحل؟ ما بعرف كيف تنحل، بس لو شو ما صار، لو شو ما صار. جورج أحلى صوت، جورج أحلى صوت. مش بلبنان، بالشرق الأوسط، اللي عايشبه واللي ما عايشبه، ما فرقاني، ما عايشبه بدهم يقولوا عني، مش لأنه جوزي. لا مش لأنه جوزي. ايه بس ما جوزي كمان فرق ولا حتى فرق. لو معي جوزي. ايه. جورج احلى صوت. جورج ما اخذ حقه. شو بدك بعد هالحكي؟ جورج تعذب. جورج كان عمره 8 سنين كان يطلع على المسرح، انا كان عمري 8 سنين كنت بالغنج ومدلل، كان يطلع على المسرح. خلص الولد الابن لازم يعرفه بكره. سوري خلص بليز. ما بقى في بليز ما بتعبت. تعبت بعتذر انا بليز.
جوال لوين رايحة؟ ما بعرف لوين رايحة، بليز تعبت. جوال بدي عزبك ترجع على الكرسي بليز، نحن بعدنا على الهواء. طب بدي امشي، جوال ما قادرة اقعد. جوال بليز بدي ترجع على الكرسي لانه بدنا خلص قربنا نخلص لو سمحتي، تفضل. خلص بليز خلص. بليز شباب في حدا يجيب لنا كلينكس؟ ما في كلينكس وما بيهمني، ان شاء الله بين مثل الجنية على التلفزيون مش فرقانة معي.